Ghafir ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil 'amru daruni aqtul Musa falyad'u rabbah hasan inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu atqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati rabbikum salih wa in yaku kadhiban fa 'alayhi kadhibu hasan wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum hasan inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab hasan. Ya qawmi lakul mulkul yawma zahirina fil ardi fa man yansuruna min ba'sil mahin hasan. Qala fir'aun ma uriikum illa ma ara ma adikum illa sabila rashad. Wa qala alladhi aman ya qawmi inni akhafu alaykum mithla yawmil azabi mithla dhabi qawmi nuhi بعدهم بعد الاسترنتم والله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاء حتى إذا هلكتم لن يبعث الله من بعده رسلا. كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب صالح. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كافي كفر مكتا عند الله وعند الله آمنوا وعند الذين آمنوا تم. كذلك يطبع الله وعاقب آل فرعون سوء العذاب حسنا.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب كعبي وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار مفهوم فيقول الضعفاء minan nar mafhum qala alladhina istakbaru inna kunnu fiha inna allaha qad hakama bayna ibadihi wa qala alladhina fi an-nar bi khasanati jahannama da'u rabbakum yukhaffif 'anna yawm al-'adhab kafi qalu awalam taqutati kum rusulukum bil bayyinati qalu bala kapi lapan balaan saya diambil wakoh. Kalu bala kapi, kalu pada utam. Waman wahul kafirina illa fi qolal tam. Inna lana usur usulana walladina amanu fil hayat di dunia kapi. Wa yawma yakumul ashadu yawma la yakau zalimina ma'adiratuhum. Walahum la'anat walahum su'udda. بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ حسن قرس ريطان فاستعذ بالله كافي إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء كفي قليلا ما تتذكرون كفي قليلا سرين طعم إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كفي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا كفي إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون حسن كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض فقرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات حسن ذلكم الله ربكم كافي فتبارك الله رب العالمين وحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين حسن الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا كافي ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون كافي هو الذي يحيي ويميت كافي وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كافي
السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون كعبي ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله كعبي قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوهم قبل شيئا كعبي كذلك يضل الله الكافرين كعبي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون كعبي ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين كافي فاصبر إن وعد الله حق كافي فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك حسن وما الأرض بغير العون وقالوا من أشد منا قوة حسن أولم
ويوم يعجب أعداء الله إلى النار فهم يوزعون بابي حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون سريكة بني وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا صلي قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون كافي وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون كافي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم مد أرداكم فأصبحتم الخاسرين كافي فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صلي وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس صلي إنهم كانوا خاسرين تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كافي فلذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون كافي ذلك جزاء أعداء الله النار حسن لهم فيها دار الخلد كافي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين ربنا أرنا اللذين دعنا بجبرك أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدمنا ليكونا من الأسفلين تم كريم سلام أرنا اللذين وارزقنا